تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من سيلفي اوروبا اللي بتيجيكم مني انا محمد عواد عبر قناه سيلفي سبورت الاكثر تنوعا من حيث اشكال وافكار المحتوى، عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها. حلقتنا اليوم عن اليوم الاوروبي وتحديدا عن مجموعه فرنسا البرتغال المانيا المجر، المباريات اللي وجهت المجموعه لما يشبه منعطف خطير ربما في حق بعض المنتخبات الكبيره. حلقتنا كالعاده حنتكلم فيها بنقاط عامه من وحي اليوم عشان نستمتع في امم اوروبا، ممكن ندخل بالتفاصيل اكثر في المستقبل بالادوار المتقدمه لما المباريات تصير اكثر واكثر متكافئه بشكل عام. حنبدا بمباراه فرنسا والمجر. المباراه اللي استطاعت فيها المجر ب 10% من قيمه اللاعبين التسويقيه انها تتعادل مع فرنسا، وبتكلم 10% من قيمه لاعبين فرنسا التسويقيه، تقدر تقريبا قيمه لاعبين المجر اللي بداوا التشكيل الاساسيه 58 مليون يورو، في حين تقدر قيمه لاعبين فرنسا اللي بداوا اللقاء ب 550 مليون يورو. لكن كرة القدم دائما بتعترف بشيء واحد في اللي بصير بأرض الملعب، سعرك راتبك هذا ما بيعني اللاعبين. مباراة فرنسا والمجر ظهر فيها شيء مهم جدا في المجر، لعبت بشجاعة، دافعت طبعا ب 10 لاعبين 100%، قاتلت، خوفت لاعبين فرنسا ببعض الأخطاء، هذا كله يحسب لها، لكن أيضا لما كان يكون معها الكرة كانت عم تتشجع، عم بتحاول تروح على المرمى، وبإحدى الروحات سجلت هدف. هذه الشجاعة أعتقد فرنسا ما كانت متوقعتها وصدمتها وخلتها تروح ما تخسر اللقاء. لولا خطأ من مدافع المجر استفاد منه غريزمان سجل التعادل. بس أهم نقطة في لقاء اليوم صراحة ما بتتعلق في الملعب، أهم نقطة ذلك الجمهور المجنون، الجمهور اللي خلاك تحكي وصلتهم كورونا، هدول سمعوا فيها هدول ولا لا؟ طبعا ولا واحد بكمامة، وأعتقد هذا له علاقة بقوانين الدول، لأنه المجر من الدول اللي تبدو أنها سمحت إزالة الكمامة في الأماكن المغلقة بشرط يكون الداخلين معهم اثباتات معينه مثل فحص الكورونا او حتى اخذ اللقاح، ما بعرف بالضبط، لكن سالت فقالوا لي المجر من الدول اللي بلشت تشيل الكمامه فعلا. لكن تشوف هذا العدد الكبير بدون كمامه شيء بخليك تخاف من رساله ممكن توصل للناس اللي لسه محتاجين يضلهم محافظين على الاجراءات الاحترازيه، لانه كل دوله عندها ظروفها الخاصه زي ما بنعرف. بس بعيدا عن ذلك، الشيء الاهم الجمهور. اليوم فعلا اول مباراه بنحس فيها بتأثير الجمهور على النتيجة من زمان. شفنا جماهير في الإنجليزي، شفنا جماهير في مباراة هون، مباراة هون في الدوريات الأوروبية، وحسينا إنه حلو الحمد لله شفناكم. لكن اليوم حسينا لا، الجمهور لاعب 12، الجمهور بيجبر اللاعب يحاول يعطي أحسن ما عنده عشان يركض الركضة اللي ركضها لاعب المجر لما سجل الهدف عشان يحتفل معهم. هذه الفرحة تبعت الجمهور، هذا الدعم تاع الجمهور، هذا التشجيع تاع الجمهور هو فارق القيمة التسويقية بين فرنسا والمجر. فرنسا اعتقد كجوده ما زلت مؤمن وعند كلامي اقوى منتخب في اوروبا بل بالعالم، لكن فرنسا كحد وكثافه حتى الان في البطوله خفيفه شوي، وهذا الشيء مش غريب عليهم، عملها ديشام قبل ذلك، ولكن مباراته مع البرتغال اصبحت الان مباراه مهمه حتى ما يوقع باي حسابات غلط، خصوصا انه لسه ما توضحت صوره مساله المركز الثالث وكم عدد النقاط اللي حتكون محتاجها عشان تتاهل. نروح على المباراه الثانيه، المانيا والبرتغال. مباراة تقريبا في اول 60 دقيقة بل تحديدا للحظة الهدف الرابع لألمانيا كانت من طرف واحد، وهذا بيشمل هدف البرتغال لانه كان من هجمة وحيدة فقط ومن مرتدة وهفوة دفاعية في فتح المساحات اللي مش طبيعية من ألمانيا. لكن ما دون ذلك ألمانيا قدمت لقاء عالي الكثافة عالي الحدة، ولو ترجعوا لحلقة ما بعد مباراة فرنسا كنت عم بتكلم وبقول الشوط الثاني اظهر انه ألمانيا عندها شيء، عندها شيء من مسك الكرة، عندها شيء من ضغطك، عندها شيء من اجبارك تتحاصر لعند ما ترتكب غلطة، وهذا اللي صار اليوم. ألمانيا ضغطت، ما عندها مهاجم صريح وهذا عيب واضح اليوم، لكن رغم ذلك الضغط والكثافة وكثرة الكرات الداخلية منطقة الجزاء أجبرت لاعبي البرتغال يرتكبوا أخطاء. بالناحية الهجومية ألمانيا كانت تمام، وبالناحية الدفاعية حنتكلم عنها شوي، لكن ألمانيا ما انتصرت بس نتيجة الكثافة والاستحواذ، ألمانيا تفوقت بشيء واضح جدا، الحركية في الثلث الأخير. الحركية خلينا نحكي حتى مش بالثلث الأخير، بنص ملعب البرتغال كامل تقريبا ولا لاعب بألمانيا كان مكانه، بمرر وبيتحرك، بمرر وبيتحرك، بمرر وبيتحرك، كلهم بهذه الكثافة الحركية العالية جدا. كمية الحركة اللي لعبت فيها ألمانيا هي اللي انتصرت، وهي اللي خلت لاعبين البرتغال يبدو دائما عندهم مساحات في ظهورهم، مساحات ناقصة، دائما في شيء خطأ، دائما في مساحة الألمان عم بيقدر يوصلوا فيها الكرة للأطراف. كيميتش وجوزنز اللي قدموا مباراة عظيمة، تحديدا ظهير أيسر أتلانتا اللي قدم مباراة عظيمة جدا صراحة، مباراة كاملة بتبيعه لأكبر أندية أوروبا. هذا من ناحية الانتصار تاع ألمانيا اللي واضح كان انتصار بفرق الحركة، انتصار بكثافة الحركة، انتصار بكثافة الاستحواذ.
بس في اللقاء باخر نصف ساعه كان في رساله واضحه للاثنين للبرتغال وتحديدا للمدرب سانتوس انه فريقك هذا مش فريق 2016، هذا فريقك احسن من 2016، فريق بيلعب كره، فريق عنده جوده، فريق بيقدر يسلم كره، بيقدر يضغط المانيا. وشفنا البرتغال كان بامكانها تتعادل فعليا بعد ما هجمت وضغطت وصنعت فرص وعارضت ريناتو سانشيز واضحه جدا كانت هدف 100%. كل هذا بوريك البرتغال ليش لعبت بهذا الشكل المتحفظ بعد ما خسرت 2-1، ليش ما حاولت تضغط؟ نعم ممكن الالمان تراجعوا بارادتهم بعض الاحيان، لكن البرتغال عندها كثير افضل مما قدمت حتى الان كجوده وكاسلوب لعب ممكن تطلع فيه. هذا الشيء تكلمت فيه قبل كاس اوروبا وبرجع اكرره، البرتغال بتقدر تعطي احسن مما عندها حتى الان، وهذا الفريق احسن من فريق اللي جاب امم اوروبا. بس ايضا خلال الدرس اللي كان عم بيتلقاه مدرب البرتغال، كان في درس بيتلقاه لوف للمره الثانيه. في اول نصف ساعه امام فرنسا تقريبا كان داخل باستراتيجيه انه يدافع ويتلقى اللعب اكثر، وشفنا مصيبه المانيه فعلا، كرات تدخل منطقه الجزاء كثير، فرص تقريبا على خط المرمى، وبالنهايه تلقى هدف ولما حاول يسجل ما سجل. اليوم رجع يتلقى نفس الدرس، لما تراجع بشكل مبالغ فيه البرتغال كان بامكانها ترجع من 4-1 ل 4-4، ولو رجعت اعتقد حتكون كارثه نفسيه لالمانيا، ومستحيل تقريبا لو صارت اني اشوف المانيا بتغلب المجر، لانه نفسيا الفريق حيكون خلاص فقد الايمان بالمدرب. فاعتقد درس واضح للوف انه هذا الفريق مش مصمم يدافع او مش مسلح فكريا من المدرب ومن افكار الدفاع بما يكفي انه يدافع، كل ما دافع ظهرت المساحات، كل ما دافع في خطوره حقيقيه على هذا الفريق، مش هذا الفريق مش مصمم انه يكون ورا ويستنى اللعب، هذا فريق مصمم ربما يدافع لما تفتك منه الكره، لما يكون هاجم فتكون دائما كثافه الخصم الهجوميه اقل، وبالتالي هذا درس للاثنين، المانيا هذا الفريق بهذا التشكيل بهذا الشغل من لوف من فلسفه صح وفلسفه غلط متراكمه خلت الفريق مصمم تماما انه ما يقدر يستقبل لعب ابدا. وبالمقابل البرتغال رغم افضليه الدفاع عندها وبترتاح بالدفاع عندها، لازم تفهم انه فريقها مش مضطر دائما يتاخر بهدف عشان يتقدم ويهاجم، مش مضطر دائما يوصل الدقائق الاخيره هو مش فايز عشان يندفع، لانها بتملك فريق بيقدر بعض الاحيان ياذي. ما بتكلم تلعب بكثافه المانيا وضغط المانيا المتهور ربما عند البعض، لكن بتكلم انها على الاقل ما تكون متقوقعه بكل لاعبيها حول منطقه الجزاء وبالاخير تضرب برجلهم وتيجي في المرمى. هذا ملخص اليوم ما بين جمهور عظيم خلانا نحس بكره القدم من جديد، بقدرته على تغيير نتيجه المباريات، ونسميه تصحيح المعلومه اللي بضلهم يكرروها بعض الناس، الجمهور لا يسجل هدفا، لا الجمهور اليوم سجل هدف مجل. درس لفرنسا ايضا انه ممكن اللعب على القد شيء جميل وبيمارسه ديشام من سنوات، لكن بعض الاحيان حتغلط ولازم تنتبه لدور ال 16 انك عندك جوده تفرض فيها كلمتك على كل الناس وما تغلط. المانيا ردت فعل ممتازه، ردت فعل بجينات المانيه خالص، ردت الفعل القاسي الكثافه، لكن هذا الفريق كل ما حيدافع حيدفع الثمن. وبالنسبه للبرتغال تكلمنا كثير عن رسالتها اليوم اللي تلقتها. نوصل لنهايه حلقه سيلفي اوروبا، بذكركم تتركوا لايك على الفيديو، تشتركوا بقناه سيلفي سبورت، والاهم من ذلك انكم تشاركوا مع اصدقائكم اللي بيشجعوا احد المنتخبات اللي تكلمنا عنها اليوم، والسلام عليكم ورحمه الله.